بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل معا لأهم تجميعات القدرات في برنامج دقيقة قدرات. مع هذا السؤال المهم من التجميعات يقول: أي من الأشكال الآتية لا يمثل المظلل فيه ثلثا؟ نشوف الخيار ألف هنا ثلاثة ملونات، ثلاثة من تسعة، وانتوا عارفين طبعا لو عملت عملية تبسيط يطلع الجواب واحد على ثلاثة، يعني هذا ثلث، يبقى ألف لا خلاص، وباء كمان لا، لأن ده واحد من كام؟ واحد من الثلاثة، هذا يمثل الثلث، وهذا واحد من الثلاثة، كمان جيم لا، ما عندي إلا إيه؟ إلا ده. سريعا كده نتأكد، نشوف المظلل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة مظلل من هنا أربعة في أربعة من 16 جزء، أبسط على الاثنين فيها الثلاثة، على الاثنين فيها الثمانية، طبعا الثلاثة في أثمان لا تساوي الثلث، وبكده دال يكون الخيار الصحيح. مع سؤال آخر مهم من تجميعات السنين، بيقول هنا في الشكل المجاور مربع طول ضلعه 4 قارن بين مساحة المنطقة المظللة و7 سنتيمتر مربع. في طريقة هنا سهلة للحل، إن أنا أجيب مساحة المربع أضرب طول الضلع في طول الضلع، 4 في 4 يعطينا 16، وأجي للشكل كده وأقسمه لمثلثات متطابقة كده، الشكل كامل هيساوي 16، كم جزء الآن؟ هنا 1 2 3 4 وزيهم 4 هنا 8، يعني أقسم 16 على 8 أجزاء، يبقى الجزء الواحد يساوي 2 سنتيمتر مربع. أشوف المظلل هنا 2 4 6، يبقى مساحة الجزء المظلل 6 سنتيمتر مربع، وهنا 7، القيمة الثانية أكبر وأختار باء.